بنسج مفتوح على مصراعي. الموضوع ده يا شيف حسن انه ما فيش حد بيتغير. المتخصصين بيقولوا انه السبب وراء كل ده الموروثات والمعتقدات الغلط اللي الاب والام بيربوا ولادهم عليها. قالوا كمان ان الزوجه اللي بتعيش مع راجل مؤمن بالخرافات اللي من النوع ده اذبح لها القطه واكسر لها ضلع تتاثر نفسيا بشكل كبير مع الوقت، والتاثير ده بيوصل وبيؤثر على البيت كله، فتبدا المشاكل والخناقات والخلافات لحد ما توصل في حاله من حالات يا الطلاق يا طلب الخلع. حيطه سد لا قدر الله، يا رب محدش يوصل للموضوع ده. احنا بقى بننصح الستات يا جماعه اللي بتدور ازاي تمشي ورا المثل اللي بيقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. في حاجات معينه انت ممكن تعوديها عليه بس باسلوب لطيف وبشكل غير مباشر، يعني من غير ما تقولي له ايه ده لا وتصرخي وتصوتي وتغير واعمل وتتزرزري وشيل حاجتك واقفل الاتراج واعمل لا، انت ممكن تخليه يحس الست دي ممكن تخليه بطريقه غير مباشره تفهميه انك مش يعني الحاجات دي ما تنفعش، يعني بنتفق على حاجات معينه في البيت عشان هدفنا احنا يعني الست والراجل في اخر هدفهم ايه؟ ان هم يعيشوا في مكان هادي وجميل ونظيف ورايق للاثنين وبيحبوا بعض. وفعلا التنظيم في البيت وكل حاجه في مكانها بيدي سعاده للراجل والست. ديكلاترنج الكركبه دي عايزه اقول لك طاقه سلبيه علميا اثبتت انها من اهم مسببات الضغوطات النفسيه والمود السيء وممكن توصل للاكتئاب. انا كده مثلا لو شفت حاجه من الكركبه ده علميا دماغي تفصل. ده علميا بيسبب حالات نفسيه وحشه جدا للناس. فكل ما الناس روقت وتخلصت من الكركبه وعاشت مكان مضيف ومنظم ده هينعكس ايجابيا على كل افراد الاسره. سؤالي ليكم انتوا الاثنين، انتوا بتقولوا ان الراجل ما بيتغيرش، الستات بتتغير؟ محدش بيتغير، محدش بيتغير، الطبع غلاب، مفيش حاجة الطبع يغلب الطبع. كلام ينطبق على الستات والرجالة، إن هو صعب جدا والعادات غير الطباع. أيوه العادات غير الطباع. المشكلة بقى إن هي أوريدي ما بتبقى متجوزة لسه جديد بتبقى كيوت قوي حلوة قوي وبعدين بقى تقلب بعد فترة بقت شحت. اقول لك ليه التزاماتها كترت، التزاماتها كترت فبدأت تميل للالتزام. فاكر؟ صح مسؤولياتها هي المفروض الست هي كمان لو عايزة يتعود وانه هو يعمل اللي هي عايزاه استعملي سلاح المرأة السحري. الله هو ده هو ده زوجتي عسلية قولي لنا السلاح السحري ايه بقى يا عسلية السحري ده قولي سلاح السحري عسلية هقول اهو السلاح السحري ده انك تطلبي اللي انت عايزاه بالحنية من غير اوامر ما تديش امر انت مش كله بالحنية هو جاي لك من عند مامته ازاي بقى بالحنية دي هو مش عايز ام تانية قولي لنا الحنية دي بتبقى ازاي يعني لو عايزه تقولي له كله بالحنيه شيل غسيلك تعملها له ازاي حبيبي هتشيل غسيلك ولا اشيله انا لا ده انا هروح اشيله انا ده مثلا انا راح اشيل غسيل عايزين حاجه لا قالت لي ولا اشيله انا لا تعبيش نفسك بحاجه خليكي زي ما انت يا هو عموما الراجل ما بيحبش الست اللي بتدي اوامر انت الشاويش عطيه اللي في البيت ده هو مش عايز راجل معاه ولا عايز ام تانية ما هو جاي من عند امه هو عايز بقى في حضانه واحدة صديقته حبيبته وتكونوا متفاهمين هو مش عايز شخصية زي اللي كانوا عنده هم عنده اوريدي فما تحاوليش تكوني راجل جديد ولا ام جديد ومن الافضل وده على فكرة اكدوا عليه كل ضيوفنا والمتخصصين والعلماء والمستشارين وكل الناس بتقول كده يعني الاحسن كمان انكم لو اتفقتوا على الحاجات او القواعد او المهام اللي انتوا كل واحد هيقوم بيها في البيت تقولي يا الراجل هيعمل مهام هيعمل مهام حتى لو صغيرة لازم يكون في مهام مشتركة لان هو لما يكون ما بيعملش حاجة خالص وانت اللي مشغولة طول الوقت ما عشان كده بتقلب بتبقى شحتة ولا الشاويش عطية هو قاعد فاضي طول الوقت مش لاقي حاجة يعملها ورايق وجميل وهي طول الوقت مشغولة فطبيعي المسؤوليات والضغوطات بتخليك كده فلو قسمنا المهام الأول كل واحد له مهاراته على فكرة والحاجات اللي شاطر فيها أكيد هو متميز في حاجات ربنا خلقه راجل الحاجات اللي محتاجة عضلات محتاجة شيل محتاجة حاجات أكيد هو اللي ممكن يعملها لكن لو ورتيم الأول أنت لا جامدة بقى قوي وفي الآخر ظهرك يتكسر وتقعدي في السرير أسبوع مش قادرة تتحركي ما هيرمي عليكي كل حاجة في الآخر